انطلاقاتنا متواصلة والتحديات مستمرة، انطلاقة جديدة واندفاعة جديدة، انطلاقة شوطنا الرابع عشر الخاص بالحقائق البكار. اتابع هذه الاسماء، انطلق مع هذه الشعارات، اندفع مع هذه الاسماء الكبيرة الحاضرة المتنافسة من اجل الناموس والانتصار الغالي. اول الاسماء وهيله على المركز الاول محمد بن سعيد بن هادي الف هيدا المري يتقدم، ولكن شوف التجاوز والانطلاق في هذه اللحظات من امجاد محمد بن حمود بن ياسر الجحافي يتقدم، يصل بهذه الانطلاقة يغير مع امجاد، ولكن القدوم الوصول والاندفاع من مطفية احمد بن حامد بن حم الحبروت على المركز الثاني يتقدم بهذه الانطلاقة. المركز الثالث سمحة علي بن مصبح بن خليفة بن مصبح الغفلي يهاجم الأسماء، يهاجم المراكز الأمامية. المركز الرابع وهيلة قادمة، وأيضا شوف التدخل من التماس خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يصل بمانع، يتقدم بانطلاقة وحضور التماس والقدوم من الجانب الأيمن. غيم سالم بن رملي بن محمد العامري وصل بالرملي فيانه الاثناء مع هذه الانطلاقة. هذه هي الاسماء، هذه هي الشعارات، هذا هو الانطلاق لمن الفوز ولمن الانتصار والناموس. ولكن العودة، العودة الى مقدمة الشوط، العودة الى صدارة الاسماء. امجاد امجاد امجاد، لمن الفوز لمن الامجاد يا راعي امجاد. محمد بن حمود بن ياسر الجحافي، ولكن ابناء المملكة يصلون في هذه اللحظات، يتقدمون بوهيلة، وهيلة هي القادمة. محمد بن سعيد بن هادي الفهيدة المري، ولكن بن حم قادم بانطلاقته وبحضوره. مطفية احمد بن حامد بن حم الحبروت والقادمة على المركز الرابع، وصول التماس خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت مجرة مطر بن سعود بن مكتوم المحرمي على المركز الخامس بمجرة. يا هي اسماء، يا هي انطلاقة، يا هي اندفاعة، يا سلام على هذا التحدي. الكيلو متر الاخير، الكيلو متر الخطير الكبير والمثير. يا محمد يا بن سعيد يا الفهيدة يا المري يا المري يا المري يا المري، يا من تقدم لنا وهيلة. ولكن شوف بن رشيد، شوف بن رشيد، التماس التماس خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي بو مانع قادم. روح يا احمد يا ابو محمد يا بن رامس يا الجحافي على المركز الثاني، القدوم على المركز الثالث بالحمة. ولكن وهيلة 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 والتماس، التماس وهيلة، لمن الفوز لمن الانتصار لمن الناموس الغالي. ما بين بن رشيد، ما بين الفهيدة، الفهيدة وبن رشيد، بن رشيد بن رشيد بو مانع بو مانع بو مانع، ما عنده مانع بالفوز، ما عنده مانع بالناموس وبالانتصار، واللي عنده يضمن له. احمد بن محمد بن رامس الجحافي، روح يا ابو محمد روح، السلامات الى ابنائي، جميرة الى ابنائي، دانت الدنيا دبي دبي دبي، جميرة جميرة مع بن رشيد بانطلاقة. هذه الاسماء، هذه الشعارات، يقدم ابداعاته منذ بداية الموسم بانطلاقات شعاري بن رشيد. مشكور يا ابو محمد، سلمة يمينك يا حميد، يا ابو محمد يا بن رامس يا الجحافي، يا من تضمر هذا الشعار وتتابعه وتقدم ابداعاته وتواصل بابداعاته منذ بداية الموسم. سلام بن رشيد، سلام خليفة بن سلطان بن رشيد السويد المركز الثاني، وهيلة على المركز الثاني، محمد بن سعيد بن هادي الفهيدة من المركز الثالث، كان القدوم على المركز الثالث من بيان محمد بن سلطان بن حمد الدرعي. المركز الرابع دوامة راشد بن محمد بن سعيد بن شب بن راشد، والمركز الخامس كانت مطفية احمد بن حامد بن حم الحبروت على المركز الخامس. هذه هي النتيجة، هذه هي الاسماء، هذه هي الانطلاقة. بن رشيد
بو مانع يسجل الحضور الكبير المتواصل بالعطاءات الكبيرة بشعاره منذ بداية الموسم، ويتواصل شعار بن رشيد بتقديم المستويات والأداءات الكبيرة. خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، ما هو غريب عليه هذا الشعار، الإنجازات والتاريخ الكبير والبطولات والسجلات الذهبية والرموز التي لطالما غادر بها شعار بن رشيد. خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، مشكور يا ابو مانع، مشكور يا راعي التماس، مشكور يا حميد، يا ابو محمد، يا بن رامس الجحافي على هذا التضمير. التوقيت الزمني لحظة الوصول 4 دقائق 23 ثانية، جزئين اثنين من الثانية. سلام بو مانع، سلام خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وهيله على المركز الثاني محمد بن سعيد بن هادي الفيدة المري، 4 دقائق 28 ثانية، جزء واحد من الثانية. مشكور يا الفيدة، مشكور يا من قدمت لنا وهيله. المركز الثالث لحظة الوصول والتوقيت الزمني والانطلاق 4 دقائق 30 ثانية، جزءا وحيدا يتيما من الثانية اللي كانت على المركز الثالث. هناك انطلاقة اللي على المركز الثالث هي بيان محمد بن سلطان بن حمد الدرعي، والمركز الرابع راشد بن محمد بن روشد، 4 دقائق 30 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. كان حضور شعار راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد مع دوامة. والمركز الخامس 4 دقائق 32 ثانية بالوفاء والتمام والتوقيت لحظة وصول تكريم. إذن على المركز الخامس عبد الهادي بن محسن بن عبد الهادي بن علي آلنديلة المري، حل خامسا بانطلاقة تكريم. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، حظا أوفر لمن لم يحالفه الحظ.